مرت المملكة العربية السعودية بمراحل متعددة في إصدار الوثائق الثبوتية التي تمنح للمواطنين للتعريف بهم وصولاً للهوية الوطنية. واليوم ومع التطور التقني الذي تشهده المملكة على كافة الأصعدة، طورنا مع شركائنا في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا هوية رقمية تعرف بالمواطنين وتفتح مجالات كبيرة لهم في تعاملاتهم اليومية. الهوية الرقمية بكل بساطة يحملها المواطن أينما ذهب في هاتفه الذكي عبر تطبيق وزارة الداخلية الإلكتروني أبشر أفراد، وتتيح للجهات التحقق منها بكل سهولة ويسر. ونعدكم بإذن الله ببذل كل الجهد لتسريع عملية التحول الرقمي في كافة تعاملاتنا لتحقيق تطلعاتكم وطموحاتكم.